الزميل أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا هنا في العرس الإفريقي في بطولة أمم إفريقيا النسخة 34 هنا وبالتحديد في كوت ديفوار 2023، واللي انطلقت يوم 13 يناير من عام 2024 حتى النهائي إن شاء الله يوم 11 فبراير من العام 2024. مباراة في إطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية، مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بتعادل أمام موزمبيق في أولى اللقاءات 2-2، وغانا لا شيء من النقاط بعد خسارة أمام منتخب الكاب فيرد الرأس الأخضر بهدف مقابل 2. ملعب فيليكس هوفي بوديه أمامنا هنا في أبيدجان في كوت ديفوار يستضيف اللقاء 11 لقب 7 ألقاب للمنتخب المصري آخرها 2010، 4 ألقاب لمنتخب غانا آخرها عام 82. لقاء محو الأثار السلبية بتعادل بطعم الخسارة، روي فيتوريا المدرب البرتغالي للمنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق بصعوبة بل بشكل كرات ثابتة على طول خطيرة، كرات جوردن ولكن هنا عمر مرموش من أدوار الدفاع، عمر مرموش بأدواره الدفاعية في اللقطة اللي فاتت، ارتقاء وتهلئ كونج على منتخب كوت ديفوار الدولة المنظمة. ادي انطلاقة الألقاب الثلاثية التاريخية مع المعلم حسن شحاتة بهدف ويهم المحصلة في بطولة أمم أفريقيا. مرة ثانية ضغط عمر مرموش لمنتخب الغاني وعشر مشاركات متتالية على فكرة للارتداد السريع من إمام وتمريرة وانفراد ولكن يطلع على طول لكن راية وتسلل. شوف الراجل قطع مشوار، شوف ايه او من كوماسي او المدن الاخرى. مره ثانيه استلام محمد صلاح، مهم تجنب اخطاء المباراه الماضيه، تدخلات عنيفه النني هو اللاعب رقم 6، ادي اماميه على طول عمر كمال لكن محمد حمدي، عمر مرموش اللي جه في الطرف وامام دخل في العمق. المنتخبات العربيه المغرب هو الفريق الوحيد اللي فاز في المباراه، يفتح المجال ويفتح الطريق نحو الوصول. التسديده اللي كانت في اللقاء وتدخل المطالب بالاداء المنتظر والمرتقب على القائم الاول غانا وتعادل مصر مع موزمبيق اشعل تماما. هدف كان للاعب كونج وهدف كان لباسا رقم 14 الادوار لكن النهارده اكيد في تقارب الخطوط مهم، التنظيم مهم، راته وثقة اللاعبين قادرين على صناعة إن شاء الله الفارق، واللي بيحاول اللي بيعمل عرضية دائما وأبدا تلحظ الكرات اللي تتلعب. باسي أدي المرور جوردن أيو تتكعبل في رجله، خطوط تتقارب، كرة ملعوبة حلوة قوي في اتجاه محمد صلاح لكن وعنده 7 أهداف. مرة ثانية هنا حمدي فتحي يحاول يطلع إمام عاشور ولكن على طول الالتحامات قوية قوي. منتخب الغاني بيعمل حاجه لازم حكم اللقاء بييري اوتشو امامنا اهو حكم هذه المباراه كان ادار نهائي المحلي على طول. مره ثانيه لعب للسد ولعب للعين، لعب للسد 2010 واولمبياد وكاس عالم وبطولات الامم. منتخب موزمبيق طبعا عنده نقطه برضه اللي حضرت من غانا واللي بتتابع منتخبها واول كره. حجازي عوده بعد اصابه وغياب، كره لم تستغل، كره ثابته، محمد صلاح اللي بيضع ثقته فيها كريس هاوتون في هذه المباراه. ولا زي ما شفت النهارده لقاء كوت ديفوار امام المنتخب جوردن ايو ومحاوله تمرير حاول يجري امامنا هنا اسباني. وبالمناسبه انياكي ويليامز لعب مباراه كانت امام كرات العرضيه مصطفى محمد واول ركنيه في اللقاء كان في الدقيقه 55 وهدف سيسو الدقيقه 58 ثم اختراق وسقوط عمر مرموش امامنا وحكم اللقاء بيدي ايه؟ بيدي خطا على المنتخب المصري. شوف عمر مرموش لكن اللي قبله المدافع الكسندر ديكو وادي محمد صلاح بيقول له بص امام يلعب كره حلوه قوي على الارض الى حمدي فتحي يا ولد عدى حمدي لك. ان شاء الله محمد معروف هيدير يوم السبت باذن الله انجولا وبريطانيا ومحمود عبد اللقاء تريزيجيه. مره ثانيه كره عرضيه لكن كره عرضيه من قياد البطوله. كره على طول تصل محمد، ادي امامنا محمد غرابه مدير المنتخب. محمد صلاح يبدو في اصابه، ادي محمد صلاح يبدو في اصابه، إصابة نتيجة الضغوطات. 4 دقائق وقت الضائع، أدي محمد صلاح، كرة مصطفى مقطوعة يا مصطفى، تصل مرة ثانية كرة سليس عبد الصمد، خطر المنتخب الغاني، خطر من اللاعب محمد قدوس، يسجل محمد قدوس هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع، لاعب ويست هام، لاعب الهامرز، يسجل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء. وسط بقى ايه حاله ارتباك بعد خروج محمد صلاح يمرر كوره يطلع محمد حمدي من جنب الشمال، محمد حمدي عايز يعدي بارتاك وادي اماميه الكوره السريعه في اتجاه مين؟ اتجاه خطيره على طول يطلع محمد الشناوي التسديده يا
ساتر يا ساتر. محمد قدوس النهارده عودته في مباراه اليوم عشان يسجل وفي وسط ملعب. حركوا في الكورة بهدوء مرة تانية. مصطفى فتحي إلى عمر كمال، الشخصية موجودة، عمر دي الصمد رقم 21. هجمة خطيرة من جانب اللاعب اللي بيتقدم مصطفى فتحي، عدى مصطفى، عمل كرة عرضية خطرة ولكن يطلع كرة راسية كان يبحث عنها مصطفى محمد. مصطفى حلو بمصطفى فتحي، تبديل اضطراري كان في الدقيقة. حمدي اللمسة الجميلة، مصطفى فتحي استلام وسط حصار، مش المرة دي يلعبها عالية، حجازي التعادل 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 عن طريق أمامنا. هل فيها تسلل؟ محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، أدي أمامنا حجازي. التسلل من مين بقى؟ حكم اللقاء بيير أتشو يعلن عن تسلل وجودين في أمم إفريقيا الأخيرة 2021 مع إمام. النشيط الشوط الثاني إمام، بدأ يظهر إمام بالأدوار المطلوبة. مساندة مين جاله بقى هنا؟ اضطر للحل الفردي مرة تانية. مرموش يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عمر مرموش يسدد كورة قوية جدا. أمام أول أهدافه كان في مرمى ليبيا، وسجل كان في مباراتين أفضل في محاولات تمريرة طويلة. أدي أمامنا محمد حمدي خطير، لاعب بورموس يحاول وتسديدة بابا إدريسو ولاعب أشيميرو. وأدي أمامنا هنا الكرة، خطأ في التمرير على طول مرموش. التعادل يا ولد التعادل يا ولد التعادل التعادل. تريزيجيه غلطه تريزيجيه غلطه، والتمريرة الخاطئة اللي بترجع المرة دي على طول أمامنا إنياكي ويليامز لاعب أتليتيك بلباو. وعمر مرموش يشعل المباراة ويعيد المنتخب المصري هدف التعادل العادل. الحقيقة المنتخب المصري الشوط الثاني أفضل. خطأ 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 من إنياكي ويليامز الدولي الإسباني سابقا الدولي الغاني حاليا، يعود أمامنا هنا المنتخب المصري. الضغط العالي اللي عمله تريزيجيه واللي غلط اللعيب اللي أمامنا هو في وسط الملعب، اتقطعت الكورة من سليس عبد الصمد وأراد بس موجود والتركيز. خلي بالك قدوس خطير خطير يا ستار يا ستار يا ستار. قدوس قدوس أمامنا هنا بقى إيه الكورة دي؟ الكورة دي يعني محمد عبد المنعم هوش فيها مين؟ محمد الشناوي، حجب عنه الرؤية، خطأ مزدوج ما بين عبد المنعم والشناوي ومحمد قدوس في طريق كاري. الضغط المرة دي تريزيجيه تريزيجيه يا ولد يا ولد يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى. ايه المتعة دي؟ ايه المتعة دي؟ مصطفى محمد يعيد المنتخب المصري في الدقيقة 74. احنا لو مشينا بالمعدل ده المنتخب المصري بيسجل التعادل. مصطفى محمد استغلال الضغط العالي اللي ما كانش بيطبق، تريزيجيه يصنع ومصطفى محمد يسجل التعادل في الدقيقة 74.